النهاردة بتمر الذكرى الـ12 على رحيل مطرب المواويل، أو زي ما بيقول عليه مطرب الأحزان، زي ما أطلقت عليه الصحافة، الفنان الشعبي حسن الأسمر اللي لمع نجمه في الـ80ات وفي الـ90ات، وقدر فنان الأغنية الشعبية الواد الجن حسن الأسمر يكسب قلوب الجماهير بخفة ظل وبالكاريزما بتاعته اللي ميزته في الوقت ده عن غيره، وفضلت الأغاني بتاعته موجودة وحية في الشارع المصري، على القهاوي، في الورش بتاعت الصنايعية، اللي بيحبوه حتى هذه اللحظة وبيسمعوا الأغاني بتاعته في الأفراح. أغانيه المنتشرة لسه حاضرة، من أول أغنية بقى الواد الجن، كتاب حياتي يا عين، أنا هو أنت هو، وتوبة، وأغاني تانية كثيرة جدا للمطرب الشعبي الكبير حسن الأسمر.